أم أحمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك يا دكتور؟ ربنا يستورك يا فندم. ربنا يبارك في عمرك يا رب فيك ويخليك يا فندم. لينا يا رب. اللهم آمين وإياك. معلش يا دكتور عندي سؤالين بس اتفضلي. اسمعني بعد إذنك. بس يا دكتور أنا أخويا كان قاطع صلة الرحم. لا إله إلا الله. ماشي؟ فكان مش مع إحنا بنتين، وكان إحنا الاثنين البنات، وهو كان ميسور ماديا وغالي ومبسوط يعني. وكان طيب جدا، بس هو برضه كان ما كانش بيصل الرحم خالص يا دكتور. فهو انا كنت بدعي عليه، ماشي، بدعي عليه في ايام مفترقه، وكنت بدعي من قلبي بحرقه عشان كان مقاطعنا من غير اي سبب، وعمره ما جبر خاطر حد فينا، وفجاه مات. بس انا حزنت عشان او زعلت قوي، وحاسه ان ضميري بيأنبني وتعبانه بسببه. وبعدين عمال يقول لي سامحيني، انا مش قادره اسامحه. فدوت يعني مش عارف اعمل ايه. وجالي في المنام متضايق وزعلان، وقعدوا يقولوا لي ده عايز من ابوس ابوس ايدك وايد كل مشاهد، بطلوا الكلام في المنامات. منامات دي ورقه خيبانه، المنامات دي ورقه خيبانه، الدين ما بيتاخدش من المنامات. انا شفت جاني ايه وراح ايه. الرؤيه خير يبقى بشرى من ربنا، كلام سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام. يا الشيطان بيخوفك يا حديث نفس، خلصنا الفايل، خلصنا الفايل، مش عاجبكوا؟ منامات 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 منامات، هنتاخر اكتر من كده ايه بس؟ يا حبيبتي اخوك اسلم الروح الى بارئها، والدعاء له من سنة الإسلام، وكان صلى الله عليه وسلم يدعو اللهم اغفر لحينا وميتنا. بلاش الجرح يأثر لما بعد الوفاة، هو قلعوه هدومه. وأنا لو عندي وقت في الحلقة كنت نكشتك، هل كان بيعمل كده مع أهل مراته؟ ولا واصل لأرحمها وقاطع لأرحامه؟ احنا عكس اعكاس ديننا، احنا عكس اعكاس ديننا. الأولى أرحامك. نمرة اتنين، أرحم مراتك. الأولى جارك. في حديث سيدة عائشة قالت للنبي عليه الصلاة والسلام ذبحنا شاه وما معيشة إلا حتة لحمة فضلة منها، أديها لأي جار؟ فقال عليه الصلاة والسلام لأقربهم إليك بابا. يبقى عندي 15 جار في الدور، الباب اللي جاري على طول بنص سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أولى بالعطاء وأولى بالكرم. يليه الباب الثاني، يليه ال 15 شقة اللي في الدور لو أنت دابع عجل، على حسب ربنا ما يوسعها عليك أو على حسب حالتك. الدين قبل الختام في حاجة، ما بلاش نقول الدين في حاجة، حتى نقيم الدين، لأن الدين مستغني عن الكل. حتى نقيم الدين لابد من وجود رفيق زي الطريق. في إيه بقى؟ تعال شوف صلاتك لوحدك، صلاة حلوة زي الفل. صلاتك مع الجماعة أفضل ب27 مرة، ب27 درجة كمان، مش مرة، الدرجة مقدارها ما بين السماء والأرض، بسبب الجماعة اللي صلوا معاك. وأقل الجماعة اثنان، إمام ومأموم. فأنت محتاج حد. مرة النبي قاعد في الجامع عليه الصلاة والسلام، فدخل واحد الله أكبر وصلى لوحده، فكان جنب سيدنا محمد راجل. فسيدنا محمد قال للراجل اللي جنبه أنت صليت؟ قال له أيوه يا رسول الله. قال له قم وتصدق على أخيك. يعني إيه؟ أطلع قرشي وأديهوله وهو بيصلي؟ لا، صلي معاه. يبقى تصدقت عليه، كسبته 27 درجة بوجود الرفيق. وشوف بقى كمان يقولوا السادة العلماء في صلاة الجنائز، إذا كثر عدد المصلين فيها رحم الله الميت.